الحمد لله ما وصلنا المريخ بس، ولكن عندنا برنامج متكامل لرواد الفضاء، برنامج للأقمار الصناعية، وبرنامج الآن اكتشف راشد في طريقه إلى القمر بإذن الله، وعندنا أيضا برنامج حزام الاستثمار. ولكن الأهم مثل ما قال الشيخ محمد قبل الوصول، أهم شيء هو أنتم في المرحلة هاي كلها الله يحفظه الشيخ محمد خلق مجموعة من القيادات في قطاع الفضاء. الواحد فخور بكم، ولكن الأهم وأيضا أنتم خلقتوا جيل في المدارس. قبل حوالي شهر صرت المدرسة اللي دارس فيها أنا الثانوية الإعدادية اللي يدرسون الحين فيها الابتدائي، دخلت الصف أدخل عندنا بالصفوفة بسألهم شو بتشتغلون؟ نص الصف يتكلمون يبون يكونون رواد فضاء. فتأثيركم على المجتمع عالي جدا، على المجتمع العلمي. الهدف الأساسي هو أبناء المنطقة، أبناء الوطن، ممكن يحققون أمور الكثيرين يمكن عزوا عن تحقيقها. هذا أسرع مشروع فضاء على مستوى العالم. 10 سنوات حقق كذا مشروع خلال 10 سنوات. وشيخة وعبيد وسالم وشيبان وعامر وشباب كلهم فريق العمل كله قاموا بعمل جبار خلال هالفترة الزمنية قصيرة جدا، بأقل كلفة ممكن أقول، بأكبر عزيمة. نحن اليوم في دولة الإمارات محظوظين بالإنسان الإماراتي. نشكركم بيضت الوجه، فخر للوطن، سعداء أن نكون نحن كنا هني من ضمن فريقكم. مشكورين.